عليكم. إكرام إبتيس، مدير شركة جلوبال فيرز أند إيفنت ومنظم الدورة الأولى من معرض أوتوموتيف شو أوتوموتو، المعرض الخاص بقطاع غيار السيارات والتنقل الكهربائي اللي غادي يكون الاسم ديالو في المستقبل إن شاء الله لوميام، اللي كتعني موبيليتي إلكتريك أفتر ماركت. هذا المعرض كيعرف حضور 50 شركة، أزيد من 50 شركة وست دول مشاركة في الإجمال. الدورة كتميز بأن احنا غادي نخصو دورات تكوينية للعاملين بقطاع السيارات نوتامون لي غاراجيست، باش يستافدوا من دورات تكوينية بخصوص لي نوفيل ميثود دو دياغنوستيك ديال لي فواتور إلكتريك إبريد. والمعرض راه مفتوح للعموم وللناس اللي عاملة بهذا القطاع، يعني حتى اللي بغى بطبيعة الحال يشوف ويسأل على هاد لا موبيليتي إلكتريك ولا هاد السيارات أو الدراجات وميم لي تروتينيت إلكتريك، فالمعرض مفتوح من 5 إلى 7 ديسمبر. وشكرا للجميع ونتمنى الحضور ديالكم كاملين.